تحياتنا لكم متابعين قناه الاخبار، معكم حسين هاشم. دائما لما كنا نطلع لايف من نشاطات ومهرجانات كنتوا تقولوا لنا انه خبرونا قبل بوقت شو عم بيصير لحتى نقدر نروح عليهم لهيدي النشاطات والفعاليات والمهرجانات. هيدا الفيديو لكم لحتى نخبركم عن نشاطين او مهرجانين رح يكونوا هيدا الاسبوع نهار الاحد 14 مايو، واحد منهم بولايه فلوريدا والثاني بولايه نيوجيرسي. المهرجان الاول رح يكون بولايه فلوريدا وبالتحديد بمدينه اورلاندو بالدكتور فيليبس سنتر، هو المهرجان العربي، رح يكون من الساعة 12 للساعة 8. المهرجان الثاني ايضا رح يكون نهار الاحد 14 مايو بولاية نيوجيرسي الامريكية وبالتحديد في مدينة باترسون على شارع فلسطين او مين ستريت، رح يكون من الساعة 1 للساعة 5. بكل المهرجانين رح يكون في عدة انشطة وايضا مطربين ورقصات ودبكات شعبية، بالاضافة الى فندرز للطعام والحرفيات والالبسة.